إلى موضوع الساعة الآن وهو الكورونا. وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس في بيانها عن تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة للفيروس فيروس كورونا من نفس العائلة المصابة بولاية البليدة، وترتفع بهذه الحالات المسجلة إلى 17 حالة إصابة مؤكدة. وزارة الصحة تشدد أن التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مباشر أو غير مباشر مع الرعية الجزائرية المقيم بفرنسا وابنته وزوجته المقيمتان هنا بالجزائر. وأمس يعني سجلنا 9 حالات، ما يعطي يعني المعدل هو 17 حالة، منها 16 في نفس العائلة وحالة فيما يخص الرعية الإيطالية.